بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنربت أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة داداوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزم وإصرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة السيد لؤي حداد صاحب مؤسسة النجم الذهبي للتصفية الألمانية في الشارع الطلياني في وسط البلد. سيد لؤي حداد مساء الخير. مساء النور. بالبداية أنت أشهر أنه أن تعرف في هذا القطاع وفي شارع الطلياني بشكل عام. نعم. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد لؤي الحداد؟ أنا عندي مؤسسة النجم الذهبي للتصفية الألمانية. نعم. ونشتغل بأكثر من شغلة يعني. نعم. سيد لؤي حداد، ونتحدث الآن عن مؤسسة النجم الذهبي للتصفية الألمانية. متى تأسست مؤسسة النجم الذهبي؟ مؤسسة النجم الذهبي تقريبا من 1960. ما شاء الله، يعني كنت سابقا بهذا القطاع ولا؟ لا. نعم. كنا نشتغل بالأقمشة. نعم. الأقمشة الأوروبية. نعم. والهولندية والأمريكية. فبال 2010 تقريبا بلشنا نشتغل بالشغل هذا. نعم. طب فكرة هذا القطاع، فكرة هذه المؤسسة، مؤسسة النجم الذهبي. نعم. وأريد إنشاء هذه المؤسسة، نتحدث عن هذا الجانب. التصفية الألمانية بنحب إنه بتكون شغلات مميزة. نعم. مميزة بعمان تقريبا كامل. نعم. وبتكون أسعارها كويسة للمواطن. نعم، للمواطن، وما بتغلي عليهم الأسعار نهائي. جميل. سيد لؤي، نتحدث أيضا عن آلية العمل، أهم الخدمات في هذه المؤسسة. أهم الخدمات. نعم. يعني شو موجود عندكم بشكل عام في هذه المؤسسة؟ موجود أجهزة كهربائية. نعم. مايكروفات، مكاوي، كذا، يعني الأمور البسيطة. نعم. وفي عندنا أدوات منزلية، ويوجد لدينا عدد يدوية كمان. نعم. عدد صناعي. كله بس ألماني. كله ألماني. نعم. نعم. سيد لؤي، نتحدث عن عدد الموظفين في هذه المؤسسة. موظفين حوالي 3. 3 موظفين. نعم. أكيد عندهم خبرة كافية. طبعا 100%. أكيد. سيد لؤي، لو تحدثنا عن تطور هذا القطاع، أكيد هذا القطاع تطور بشكل ملحوظ. نعم. لو ماذا تحدثنا؟ تطور بشكل ملحوظ. نعم. تطور بشكل ملحوظ لأنه الواحد لازم يكون مدير باله على البضاعة أو الإشي. نعم. على الزبائن 100%، ويكون الموظفين عندك مثلا الزبون نخدمه بكافة الأمور والخدمات. نعم. والأسعار تكون جيدة. نعم. يعني تناول الأيدي يعني جميعا. نعم. سيد لؤي، بتستوردوا هذه البضائع من أين؟ من ألمانيا ومن دبي. من دبي. نعم. نعم. ضمن كفالات معينة؟ نعم، في كفالات. كفالات معينة بدناش نذكر اسمها. نعم. سيد لؤي الحداد، نتحدث عن طموحاتك ورؤية المستقبلية لمؤسسة النجم الذهبي. ما هي الرؤية المستقبلية؟ الله، رؤية المستقبلية يعني إن شاء الله توسعوا، إن شاء الله تفتحوا فرع آخر. والله إن شاء الله. هو كان في عنا أيام يعني كان حوالي عنا 5 أفرع، فهلا صفينا على الفرع هذا لأن اشتغلنا شغل جديد، فإن شاء الله قدام بالمستقبل إن شاء الله دائما تقدم الازدهار. سيد لؤي، أنت بتتمتع بشعبية عالية حضرتك، وأيضا مؤسسة النجم الذهبي، من أين جاءت هذه الشعبية؟ من الناس الحمد لله اللي حوالينا، ومن الجيران ومن الزبائن، يعني انه كل الاحترام نعطيهم وكل الود وبس. اكيد 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 جودة العمل لها دور كبير. سيد لؤي، قبال الناس في سنة 2016، يعني احنا بنحكي للتصفية الألمانية بشكل عام. نعم. كيف ترى؟ تمام، منيح. يعني إقبال الناس لما ياخذوا مثلا الأسعار الألماني، القطع الألمانية نفس تقريبا السعر الصيني وأقل. أقل من السعر الصيني. نعم، أقل، وبياخذوها بجودة يعني أكبر، معروف إنه الألمان بتخدم العمر. نعم، 100%. وبياخذوها مكفولة يعني. من شو بتدعو السادة المشاهدين سيد لؤي الحداد لزيارة مؤسسة النجم الذهبي؟ يدعو أهلا وسهلا فيهم بأي وقت ويجي يتفرجوا. جميل.
سيد دعي، انت نتجه الان جيل الشباب، يعني احنا نقول انت من فرسان التغيير سيد دعي الحداد، ما شاء الله عندك مؤسسه الله يرزقك. الله يسعدك. حابين نوجه رساله لثقافه اللعب الموجوده عندنا في الاردن بشكل ملحوظ، نقلل من هذه الثقافه، رساله توعيه لجيل الشباب. هلا في طلاب مثلا بيكونوا بيدرسوا وبيخلصوا شغل، بيخلصوا سوري دراسه وبعدوا بالبيت لا بيشتغلوا ولا شيء. نعم. فاحنا الحمد لله يعني عنا لازم الواحد يشتغل ويسعى بحياته ويأمن مستقبله. أكيد. فإذا آدم المؤاخذة بده يركن على أي حدا، ما في ولا أي بني آدم إنه يفيده أو إنه يعني مش يركن على أبوه، عفوا بالكلمة. نعم. يعني نعم سيد دعي، بدون خطر صوتك أيضا قبل نهاية هذا اللقاء الجميل، اللقاء الشيق. نعم. لو قدر لك أنت خبرت مع جلالة الملك عبد الله الثاني، إحنا نقول سيد دعي أنت من فرسان التغيير، ماذا ستقول له في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والعربية؟ الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. الحمد لله إنه عنا جلالة الملك يعني عبد الله الثاني، يعني ما شاء الله إنه هو الأول على مستوى العالم. نعم. مش على مستوى الوطن العربي. نعم. والحمد لله أهم إشي يعني بشغلنا بأي إشي بالعيشة خارج أو داخل، أهم إشي الموجود الأمن والأمان. نعم أكيد. أمن. نعم. نعم. سيد دعي، عيد الأم، نقول أم العرب، شو بتحب توجه لها رسالة؟ الله يخلي لك إياها. الله يسعدك. والله مش على عيد الأم هي بس لحاله، هي الأم دائما وأبدا. أكيد. يعني بجميع الأيام، لأنه هي اللي ربتك وهي اللي سوتك وهي اللي أنا من المؤاخذة عملتك زلم. أكيد أكيد. سيد دعي، بقول لك كلامك بخير، كل سنة وأنت سالم. بهذه المناسبة أكيد دائما وأبدا الأم هي حق علينا. نعم. سيد دعي، حابين نحدد السادة المشاهدين موقع مؤسسة النجم الذهبي لتصفية الألمانية وأرقام الهواتف. أرقام الهواتف شركة مؤسسة النجم الذهبي موجودة بوسط البلد. نعم. شارع الإيطالي، بعد مستشفى الإيطالي ب 150 متر. نعم. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام، تقدم بالشكر الجزيل للسيد لؤي الحداد صاحب مؤسسة النجم الذهبي للتصفية الألمانية في شارع الطلياني في وسط البلد، وشكرا جزيلا سيد لؤي وعمت المساء. تسلم. هم بس الأردن.